حياكم الله من جديد. كشف تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الحرب على تنظيم الدولة لم تحقق أهدافها رغم طرده من معاقله في سوريا والعراق. وحذر التقرير من عودة جديدة للتنظيم عبر خلاياه الممتدة في البلدين. كما أشارت الوزارة إلى أنها تسعى لزيادة عدد القوات المتعاونة معها في سوريا لملاحقة خلايا التنظيم. نتابع المزيد في التقرير التالي ونعود إلى النقاش مع ضيوفنا. لم تنتهي حكاية تنظيم الدولة بعد الإعلان الأمريكي بالقضاء عليه كليا في سوريا والعراق. التنظيم يعود من جديد ولكن باستراتيجية مختلفة. ما زال لديه خلايا هناك وبدأ بتنظيم صفوفه. يؤكد ذلك رسميا المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عبر تقرير مفصل احتوى على أكثر من 100 صفحة تحدثت أن الصفحة الأخيرة من حكاية التنظيم لم تطوى بعد، وما زالت هناك فصول قادمة قد تكون أكثر درامية ودموية. يحذر التقرير من أن تنظيم الدولة يسعى لإنشاء خلايا جديدة في سوريا، وأيضا يوسع نقاط القيادة والسيطرة في العراق، وتجلى ذلك من خلال هجمات انتحارية شنها التنظيم في الربع الأول من هذا العام، والحرائق التي استهدفت المحاصيل الزراعية في العراق وسوريا. عودة خطيرة يحذر منها البنتاغون، لدرجة أنه يوصي بالاستعداد لفترة ما بعد التنظيم بقدر حقبة محاربته على الأرض، حيث تخطط وزارة الدفاع الأمريكية حسب التقرير لزيادة عدد القوات المشتركة التي تتعاون معها في سوريا من 100,000 إلى 110,000 قوات، ستحوي كل المكونات في مناطق شرق الفرات خاصة المكون العربي. ويربط البنتاغون عودة نشاط التنظيم بقرار الرئيس الأمريكي سحب قوات بلاده من سوريا، قرار أثر على عمليات هدفها منع التنظيم من استعادة قواه مجددا. ويحصي تقرير وزارة الدفاع أعداد المقاتلين في صفوف التنظيم ما بين العراق وسوريا، ويقول إنها قد تصل إلى 18,000 ينتشرون في صحراء سوريا والعراق، وأن هؤلاء ما زالوا يملكون السلاح والدعم. وتتخوف واشنطن أيضا من مخيم الهول، حيث يقطن آلاف المنتمين سابقا إلى التنظيم، وتشير إلى أنها لم تتابع التحركات في المخيم الذي لم تتمكن قوات سوريا الديمقراطية من ضبط الأمن فيه إلا جزئيا. هو تقرير يشير إلى أن عودة تنظيم الدولة تؤرق الولايات المتحدة رغم أنها هزمته في مناطق سيطرته، فهل ستكون هناك حرب جديدة باستراتيجيات مختلفة قد تمتد إلى خارج المنطقة؟ حول هذا مشاهدينا ينضم إلينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي عماد عبد الهادي، وأيضا عبر الأقمار الصناعية ناصر زهير الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية من باريس. البداية معك سيد عبد الهادي، يعني بعد أن تابعنا أبرز نقاط التقرير، تقرير المفتش العام في البنتاغون، هل لك أن توضح لنا قيمة التقرير على الاستراتيجية الأمريكية؟ أولا أحد لم يصدق أبدا أن تمت هزيمة داعش ودحر التنظيم بشكل نهائي، وكان ذلك واضحا حينما أعلن الرئيس ترامب عزمه سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا بناء على نصيحة مسمومة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. اضطر ترامب في حينها للتراجع لمعارضات شديدة من داخل واشنطن في الكونغرس وأيضا من المؤسسة العسكرية، وحتى مدير أجهزة الاستخبارات الأمريكية حوالي 16 جهازا والذي أقيل قبل أيام دان كوتس كان أول من حذر الرئيس وخرج إلى وسائل الإعلام وقال أن التنظيم لم يهزم بعد، وأن فلول التنظيم فرت ولجأت إلى بادية الشام ولجأت إلى العراق، ومنهم أيضا من غير هيئته أو شكله وعاد كمواطن عادي، ولكنهم يعتبرون كامنون كعناصر تحت الأرض. نعم. هذه النقطة. النقطة الأخرى الهامة جدا، صدور التقرير تزامن أيضا مع تقرير آخر عن الأمم المتحدة قدر أن بحوزة داعش أصول مالية تقدر بحوالي 300 مليون دولار، وأن هذه الأموال تمكنه إن لم يقم بعمليات مباشرة بالقيام بمد أو تمويل فصائل أخرى لتقوم نيابة عنه،
ونحن نعلم أن التنظيم أيضا ليس مجرد مجموعة من المقاتلين، وإنما هو فكرة وأيديولوجية، وهناك الكثيرون الذين يتأثرون بهذه الأيديولوجية ويرتكبون أو يقومون بأعمال إرهابية ويعلنون ولاءهم للتنظيم دون أن تكون هناك بالضرورة أي علاقة بينهم. نعم. كما أشرتم أنتم أيضا أن هناك بالفعل، تفضلي. نعم، لا، بالانتقال إلى السيد ناصر، هل توافق سيد عماد؟ يعني التقرير يتحدث عن عودة محتملة لتنظيم الدولة، برأيك على ماذا استند؟ نعم، باعتقادي بأن هذا التقرير، أنا أخالف السيد عماد في طرحه، هذا التقرير هو يعتمد بالأكثر على يعني إيجاد آلية لبقاء القوات الأمريكية هناك وزيادة أعدادها، وأيضا إيجاد شرعية لبقاء قوات سوريا الديمقراطية الموجودة في هذه المنطقة وعمادها القوات المدعومة من الأكراد. بالتالي هم يعتبرون الآن مع تهديدات تركيا بدخول إلى شرق الفرات وعدم وجود دافع أو عدم وجود سبب لبقاء القوات الأمريكية هناك، والاتفاقات التي تجري في الأستانة بين إيران وتركيا وروسيا، الآن الولايات المتحدة بقى يعني نوعا ما وقعت في حرج، ما هو المبرر لبقائها هناك في حال أو في سبب وجود هزيمة كاملة لتنظيم الدولة الإسلامية؟ ولكن الآن البنتاغون يريد أن يشرعن بقاء هذه القوات هناك أكثر، زيادة هذه القوات، إيجاد مبرر لدعم قوات سوريا الديمقراطية بأسلحة أكثر الآن، خاصة مع اقتراب أو التهديد بمواجهة بين تركيا وما بين هذه القوات. نعم. فبالتالي تم طرح هذا التقرير. أولا القوات الأمريكية لم تنسحب من هناك، يعني حتى بعد قرار ترامب كان هناك إعادة تموضع لبعض القوات، وليس كما يقول التقرير بأنها أثرت على عمليات متابعة تنظيم الدولة وعمليات المواجهة لهذا التنظيم والسيطرة على المناطق أيضا. نعم سيد ناصر، من هذه النقطة سأنتقل إلى ضيفي من واشنطن. على يعني بالعودة إلى نقاط التقرير، نتحدث عن أن التنظيم استفاد من انسحاب القوات الأمريكية، ما معنى ذلك أو كيف تفسر ذلك؟ أولا هناك بعض الحقائق الثابتة التي لا يمكن القفز عليها. مسألة تركيا والأكراد إلى آخره، قبل ساعات فقط تم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وأنقرة بشأن المنطقة الآمنة، وسيكون الإشراف مشتركا، يعني أن هناك ضرورة بالفعل لبقاء القوات الأمريكية بصرف النظر عن مسألة داعش. هذه نقطة. النقطة الثانية، التقرير والذي ما تحدث عنه التقرير سبق أن تحدثت عنه الحكومة العراقية، يكاد لا يمر يوم دون أن تلقي القبض أو تشتبك أو تقع عمليات تنسب إلى داعش ويتم القبض على أفراد من داعش. فداعش حقيقة قائمة وليس مجرد ذريعة أو حجة للولايات المتحدة. أيضا هذا المنطق لا يستقيم مع الموقف الأمريكي الثابت للرئيس ترامب، الثابت بالفعل أن هذه القوات الأمريكية اللي كان عديدها نحو 1500 تم إعادة تموضعها ليس في شمال شرق سوريا، وإنما نقلت إلى قواعد الأمريكية ومن بينها قاعدة الأسد في العراق، والرئيس ترامب نفسه زار هذه القاعدة. ما تبقى هناك هم 200 جندي فقط، بل إن ترامب أعلن مؤخرا أنه يريد سحب هذه القوات أو ما تبقى منها، هؤلاء 200 جندي. نعم. وطلب من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إرسال قوات لتواصل مهمة التصدي لاحتمالات عودة داعش أو لفلول داعش. فهذه مسألة لا علاقة لها إطلاقا. ترامب لا يبحث عن ذريعة للبقاء، ترامب أول من يريد أن يغادر شمال شرق سوريا. ولكن الأزمة الأخيرة التي افتعلها الرئيس التركي كانت سببا قويا لوقوف البنتاغون، وعلى لسان وزير الدفاع الأمريكي أننا لن نسمح لأردوغان بأن يقوم بعملية عسكرية منفردة. نعم. اليوم التقارير سيد ناصر، أنت كيف برأيك كيف تقرأ؟ نعم، كيف تقرأ استفادة التنظيم من انسحاب القوات الأمريكية بحسب ما ذكر التقرير؟ نعم، باعتقادي أن التنظيم موجود، هو لم يتم يعني لم يتم هزيمته بشكل كامل حتى يعاود الظهور، ولكن كان هناك هالة إعلامية في استغلال الولايات المتحدة والرئيس ترامب
على أنهم هزموا تنظيم الدولة في سوريا والعراق، وقلنا كثيرا في عديد التقارير التي كتبناها وفي عديد الدراسات بأن تنظيم الدولة لم يتم هزيمته بشكل كامل. أين قادة الصف الأول، الصف الثاني، الصف الثالث؟ لم يتم إلقاء القبض على أحد منهم. أين المقاتلين الذين كان يقدر عددهم أكثر من 50,000 في الموجودين في مخيم الهول أو الذين تم إلقاء القبض عليهم لا يتعدوا 10,000؟ بالتالي كل هذه الحقائق لا يمكن إقرارها بأن تنظيم الدولة لم يتم هزيمته منذ البداية، أي ليس أنه عاود الظهور بعد قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية والآن يجب عودة هذه القوات. أيضا ترامب ليس لديه استراتيجية ثابتة في سوريا، يعني هو مرة يقول بأنه سيسحب القوات ومرة يقول بأنه لن يسحب هذه القوات. وحتى في التقرير ما قاله التقرير أنه يجب زيادة القوات المتعاونة مع القوات الأمريكية وزيادة قدرتها لمواجهة هذا التنظيم. هذه الحقائق بالحديث عن بهذه النقطة سيد ظهيري، يعني الحديث عن إنشاء عدة أنواع من القوات، برأيك من سيتحمل هذه التكاليف؟ باعتقادي هذه التكاليف سيتحملها التحالف الدولي الذي كان موجود، ولكن الآن هناك بعض التغييرات التي ستكون في حال إذا كان إنشاء هذه القوات سيكون بدعم أممي أو هناك تحركات تجري في هذه المنطقة لجعلها منطقة منفصلة أو منطقة ذات حكم ذاتي. ما الذي سيجي هناك؟ بناء على هذا سيتم تحميل هذه التكاليف. ولكن الآن ما الذي سيجري؟ ما الذي ستفعله القوات الأمريكية؟ هل ستزيد من تسليحها ودعمها لهذه القوات؟ وهل ستفصل هذه القوات؟ يعني قوات سوريا الديمقراطية هي متهمة من قبل الجميع بأن العمود الفقري فيها هو حزب العمال الكردستاني أو وحدات حماية الشعب الكردية. هل تريد الولايات المتحدة فصل هذه القوات وأن يكون هناك قوات رديفة أو قوات أخرى يكون عمادها القوات العربية أو المكون العربي هناك لتكون تحصل على المبرر أو تحصل على الدعم، سواء كان من الدول المحيطة أو كان من الحاضنة الشعبية هناك؟ لأن وجود وحدات حماية الشعب الكردية في هذه المنطقة يزعج ليس فقط تركيا، يزعج تركيا والعراق وإيران وسوريا وروسيا. نعم. لأنهم يعتبرون بأن هذه الوحدات هي صاحبة مشروع انفصالي عن سوريا، وسيكون نواة لدولة كردية تنفصل عنها بعض القطع من الدول الأخرى. ولكن الولايات المتحدة تحاول أن تغير الأوراق في هذه المنطقة لضمان أن تبقى هذه المنطقة خاضعة لها وتبقى كما هي الآن، ولا يتم تغييرها بالتغييرات التي تجري الآن في الاتفاقات ما بين روسيا وتركيا وإيران، وعدم التوجه أو عدم توجه قوات النظام بعد الهدنة في إدلب لهذه المنطقة ومحاولة السيطرة على بعض المناطق فيها، خاصة بأنها تحتوي على آبار النفط وعلى حقول الغاز المهمة جدا في هذه المنطقة. بالتالي يمكن أن نقول بأنها فقط شرعنا لبقاء هذه القوات أكثر وبقاء هذه المنطقة منفصلة عن كل المحيط الذي هي فيه. نعم سيد عماد، يعني برأي السيد ناصر بأن التحالف هو المسؤول عن تكاليف ومصاريف هذه القوات، برأيك من سيدير هذه القوات ومن سيقدم لها هذا الدعم الاستخباراتي؟ قبل هذا السؤال، هو هناك سؤال يتعلق بأي الدول التي ستقوم بالمساهمة في هذه القوات. هذه الدول هي التي ستتكفل بهذه العمليات. هذه نقطة. النقطة الثانية فيما يتعلق بالحديث عن نوايا أمريكا واستراتيجية أمريكا أو استراتيجية الولايات المتحدة وترامب المتخبطة، هذه الاستراتيجية أعلنت في ديسمبر من العام الماضي ومعروف أطرها وخطوطها العريضة، ومن بينها في المقام الأول والأخير التصدي للنفوذ الإيراني المتمدد كالسرطان في المنطقة. وجزء من هذا التصدي هو الوجود الأمريكي في شمال شرق سوريا ومنع محاولات إيران من الامتداد من إيران عبر العراق إلى سوريا، ومد حزب الله والميليشيات الشيعية الأخرى المدعومة من أو التي تدعم نظام الأسد من مواصلة قتال. هذه نقطة. النقطة الثانية فيما يتعلق بمواقف الدول الإقليمية، أود أن أوضح فقط أن الأزمة السورية عمرها الآن أكثر من 8 سنوات أو الحرب السورية بالآن، وبالتالي لن يكون هناك حل ولا حلحلة لأي من كل هذه الخطوط المتشابكة دون توافق أمريكي روسي، وهذا مستبعد حتى هذه اللحظة. وكما رأينا تهديدات أردوغان وصلت إلى شيء،
واضطر إلى التراجع. الاستراتيجية الأمريكية في المقام الأول، وكما أعلن وزير الدفاع قبل يومين فقط وهو على متن الطائرة في طريقه لليابان، ردا على سؤال لن نتخلى عن حلفائنا الأكراد. مسألة السيناريوهات المتوهمة عن أنه سيتم فصل القوات الكردية عن القوات العربية، هذا سيناريو أردوغاني. أردوغان هو الذي يقوم بحملة اعتقالات في سوريا، في تركيا، لإجبار السوريين الشباب للانضمام إلى قوات لنبقى في ذات المحور. يعني ما دخل الاعتقالات بالقوات بأردوغان بما نتحدث عنه يا سيد عماد؟ نحن نتحدث عن موضوع منفصل، الترحيل الذي حدث كان يتعلق بإقامات وكملك، ما دخله في التجنيد وفي فصل القوات؟ يعني أنت تخلط الأمور بشكل غريب أعتقد. ولماذا الآن؟ ولماذا الآن؟ سيد زهير التقرير، نحن نذهب إلى أماكن أخرى. التقرير اليوم تزامن يعني مع اجتماعات أنقرة حول المنطقة الأمنة، والتي قالت بأن تركيا قد توصلت إلى اتفاق حول هذه المنطقة مع واشنطن. يعني ما قيمة هذا الاتفاق على ما تم في أنقرة؟ نعم، هذا الاتفاق الآن هو نتيجة الضغوط التركية وأيضا الضغوط الأمريكية المضادة. يعني تركيا قالت بشكل علني بأن مسألة وجود القوات الكردية ووحدات حماية الشعب على حدودها هي مسألة حياة أو موت، وستدخل إذا هذه المنطقة. الولايات المتحدة أطلقت أيضا تحذير قوي بأنها ستمنع هذا التدخل. بالتالي كان الحل الوسط بين الطرفين وجود هذه المنطقة الآمنة، ولكن سنرى هل سيتم تطبيق هذا الاتفاق، لأنه في السابق حدث اتفاق آخر في منبج ولم يتم تطبيقه بشكل كامل. ولكن أعتقد بأن هذه المنطقة الآن هي حل وسط بين الطرفين لإيجاد آلية أخرى. يعني هل ستبقى هذه المنطقة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية والولايات المتحدة إلى ما لا نهاية؟ هذا لا أعتقده. يعني دائما حتى في مناطق خفض التصعيد كان هناك عديد المناطق التي تحدث خفض التصعيد عن بقائها في وضعية معينة، وتم تفادي هذه الموضوع أو تم القفز عليها. ولكن نعم، الآن ستنشأ هذه المنطقة الآمنة. سنرى ما مدى فعالية هذا الاتفاق وما مدى أيضا قابلية تطبيقه على الأرض ورضا كلا الطرفين عنه. ولكن لا دخل لأردوغان وترحيل الشباب لتجنيدهم وفصلهم عن القوات العربية والكردية. نعم سيد عماد، برأيك أيهما متهمة من نعم. الجميع بأن سيد عماد برأيك أيهما أولى بالتطبيق، الاتفاق الذي تم في أنقرة أم تقرير وزارة الدفاع الأمريكية؟ سيد عماد هل تسمعني؟ أيهما أولى بالتطبيق؟ نعم أسمعك. هل يمكن إعادة السؤال؟ أيهما أولى بالتطبيق، الاتفاق الذي تم في أنقرة أم تقرير وزارة الدفاع؟ تقرير وزارة الدفاع يرصد مجموعة من الحقائق. اتفاق أنقرة متعلق فقط بالمنطقة الآمنة على الحدود السورية التركية في شمال شرق سوريا، وعلى ضوء التهديدات والحشود العسكرية التي قامت بها تركيا. هذه النقطة. النقطة الثانية، ما لا يمكن إغفاله أو القفز عليه، أن كل من روسيا والولايات المتحدة يعتبران القوات التركية الموجودة في سوريا قوات احتلال، وهذا هو موقف النظام في دمشق أيضا. فإذا هذه الخطوط المتشابكة لا يمكن فصلها عن بعض، وليس كما يقول ضيفك الكريم أن المسألة لا علاقة لها بما يقوم به أردوغان، سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الداخلي، أو المشاكل التي يعاني منها داخليا سياسيا واقتصاديا، ومن ثم محاولات للهروب إلى الخارج عبر التدخل في ليبيا، عبر مثلا على سبيل المثال التنقيب عن النفط في قبرص، عبر التحالف مع إيران. كل هذه الملفات متشابكة، وأنا لا أخترع أشياء، هذه ثابتة بالفعل، وهناك تعارض وتقاطع في المصالح. أشكرك جزيل الشكر. روسيا وتركيا الزواج كاثوليكي. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من واشنطن عماد عبد الهادي، شكرا جزيلا لك، وأيضا إلى ضيفي الكريم ناصر زهير الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، كنت معنا من باريس. الشكر موصول لكم مشاهدينا، تتابعونا تفاصيل أوفى على موقع تلفزيون سوريا سيريا.تي في. استودعكم بأمان الله.